نسجفكم كاملين من فوق شوية من فوق شوية من فوق شوية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبابي وخوتي المغاربة، نتمنى تكونوا في صحة جيدة. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. في حلقة اليوم إخواني أخواتي غادي نتكلموا على الفنانتين صفاء وهناء، التوأمين. التوأمين صفاء وهناء الفنانات ديالنا اللي هما متصنفين ضحيتين في هذه القصة، لا هما ولا أمي فاطمة. فالطرفين ضحية، الطرفين ضحية. أمي فاطمة كتقلب على بنياتها، فلدت الكبد ديالها، جيرانها، الناس اللي كتعرف، كل شي كيزنزل لي على راسها، كيقول لي المغنيات كيشبهولك بزاف، المغنيات أمي فاطمة راه كيشبهولك بزاف، أمي فاطمة راه المغنيات بناتك، أمي فاطمة نوضي وديري الشوها وقولي راه المغنيات بناتي، راه المغنيات أمي فاطمة كيشبهولك بزاف، راه هما بناتك. يعني دخلت لي هذيك الفكرة لراسها بزز، أدخلت ليها الفكرة لراسها بالزز على أنه صفاء وهناء هما بنياتها. إيوا صفاء وهناء جات فيهم الدقة أخوتي، جات فيهم الدقة أخوتي. راه حتى شي طرف من هاد الأطراف ما خاصو يتلام، حتى شي طرف من هاد الأطراف هادو ما خاصهم يتلام، لا أمي فاطمة لا صفاء ولا هناء. أمي فاطمة شافت في صفاء وهناء بناتها اللي هما حسنة وحسنية، وركزت على الشبه الكبير اللي بينها وبين صفاء وهناء، ودائما كتقول باللي قالوا لي، باللي قالوا لي هادوك بناتي، قالوا لي الناس صفاء وهناء هما حسنة وحسنية، هادوك هما بناتي، راه بناتي. لكن الإخوان ما خصناش ننساو أنه يخلق الله من الشبه 40، يعني ممكن يكون غير شبه وصافي، ممكن يكون غير شبه وصافي. فالأغلبية فيكم يقدر يشوفوا شي حد في الزنقة يقول ليه انت كتشبه النعيمة سميح، ولا انت كتشبه لطيفة رأفات، ولا انت كتشبه سعاد حسن، ولا يعني الإخوان الشبه كاين ومن زمان، ماشي حتى اليوم عاد غادي نتصدموا ونتفاجئوا ملي غنشوفوا واحد المرأة طالعة كتقول أنا يا بناتي هما صفاء وهناء حيت أنا كنشبه ليهم، وأنا بناتي اتخذوا مني من هذه 30 سنة وتزادوا على 7 شهور. يعني أخوتي هادشي هذا كامل راه نقدروا نلخصوا في كلمة الشبه وصافي. المهم اخوتي انا ما كنعطيكمش يعني صافي، راه كنقول لكم صافي سدوا الملف، هذا رايي ديالي انا الشخصي اللي كنتكلم معكم ومع متتبعين ديالي، فممكن انكم تقبلوا مني هذا الراي. هذا حاجه اخرى اللي كتاكد عليها امي فاطمه ان بناتها تزادوا على 7 شهور، ونفس التصريح ديال صفاء وهناء انهم تزادوا في 7 شهور. هادشي كله انا في نظري يقدر يكون صدفه، لانه اخواني اخواتي ما نساوش خط صفاء وهناء راه فوتوكوبي ديالهم، وخوتهم الاخرين كيشبهوا ليهم بزاف. يعني هنا كاينه شي حاجه غامضه ما واضحاش، والسر عند الفرمليه حليمه اللي عمرها غتشوف النهار الابيض كما كنقولوا. الفرمليه حليمه اللي كتصارع نهارها الاخراني، هذيك هذيك السيده هذيك هذيك قبرها مع فين غيلقاو لها، اللي راه في العنايه المركزه، اللي هاد خيتي لا مشات حتى ودعت، لا مشات حتى عقدتهم، غيبقى هاد الفيلم معلق وما غيفكوا لينا غير لادين. وشوفت شوف شكون اللي غيوافق انه من الطرفين اللي غادي يدير لادين، لانه الطرفين مصدومين. امي فاطمه باغا بناتها، البنات الاخرين المغنيات يقول لك بانهم من عندنا، يعني والشباب ديالهم بينهم بين خوتهم كيخربق لهم المخ وكيخربق لهم يعني الخيوط. راه خوتي هادشي راه ما بغاش يدخل لينا للراس. شوف التيفي حملت على العاتق ديالها هاد القضيه هادي، وحنا عارفين اخوتي شوف التيفي ما كتفكش مع المواضيع حتى كتبان الحقيقه، يعني ما غيتنازلوش على القصه. ومشاو مع امي فاطمه حتى للمستشفى اللي ولدت فيه، حتى المستشفى اللي ولدت فيه بنياتها حسنه وحسنيه، باش يبحثوا اكثر في الموضوع.
لكن كان الرفض من طرف المستشفى حتى يكون امر من عند وكيل جلالة الملك. عادي لا ممكن يبحثوا في الكناش ديال النساء اللي ولدوا، الوليدات اللي تزادوا، هذا ولد من وهذه بنت من، يعني باش يعرفوا واش صفاء وهناء هما نفس البنات او لا هادوك بنات اخرين. توضحوا بزاف ديال الامور في الوقت اللي كاين غموض كثيره في القضيه، ان الام ديال صفاء وهناء كانت فرمليه. اي اخوتي، الام ديال صفاء وهناء اللي هي حاليا الام ديالهم كانت فرمليه. وهنا كيتطرحوا العديد من الاسئله، كيتطرحوا العديد من الاسئله. واش الام عاقره باش تشري صفاء وهناء؟ واش الام عاقره باش تشري صفاء وهناء؟ واش ما عندهاش البنات وشراتها التويميات صفاء وهناء؟ السيده اخوتي راه عندها ولد اكبر من صفاء وهناء. السيده ما عاقره، ما نقولوا ما عندهاش البنات وبغات البنات. والشبه اخوتي بين ولادها وبين صفاء وهناء كبير بيناتهم. فإلا قلنا شي حاجه ضد صفاء وهناء او للام ديالهم او لامي فاطمه، فاحنا غادي اكيد نظلموا شي طرف، غنظلموا شي طرف اكيد. ما دام القصه ما واضحاش، فما يمكن حتى شي واحد في هاد الناس اللي كتكلم على هاد الموضوع هذا تعرف شي حاجه. كيبقى كل شيء غير كلام وتحليل لشهادات المعارف ديال امي فاطمه، اللي كل مره تطلع شهيد كيشهد على ان امي فاطمه كانوا عندها جوج تويميات ولداتهم داتهم ليها فلانه وفرتلانه، يعني كيدافعوا على امي فاطمه. لكن ممكن يكونوا بنات امي فاطمه ناس اخرين، بنات اخرين. انا الحاجه اللي نقدر نلوم الفنانتين صفاء وهناء اخوتي هي كان خاصهم يمشيو يزوروا امي فاطمه ويحبسوا هاد الفتنه اللي نايضه عليهم. حيت حنا عارفين على صفاء وهناء الطيبوبه والانسانيه والاخلاق العاليه، اللي فقط المطلوب منهم يمشيو عند هاد السيده هادي وينهيو هاد الفضيحه بطريقه سليمه وسلسه. فعينينا غيبقاو هنا وصفاء هما الطب ديال الفنانين، مع احترامي للفنانين الاخرين. يعني اخوتي راه ماشي غادي ينزلوا من العينين ديالنا، اولا غادي نحتقروهم، اولا ما غاديش نحملوهم، اولا ما غادي ينقص الحب ديالنا ليهم. لا بالعكس بالعكس بالعكس، هذه فقط هذا موضوع انساني. الا كانت امكم فهذا شرف لكم ولينا، ولا ما كانتش امكم نطلبوا الله على انها تلقى بنيتها في اقرب الوقت. ما حد هاد السيده حليمه اللي حاشا واش تكون سيده، هي فقط شيطان في صفه انسان اللي كانت كتحرم الامهات من ولادهم. واش تحملي 9 شهور وتجلسي تسناي في ولادك تولديهم، ولا في ولدك ولا في بنتك تولديه، وفي الاخير تجي وحده كافره قاطعه يديها من يد الله وتدي لك وتبيعوا لك بدم بارد؟